تمكن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين مران من توقيف 13 شخص من بينهم 4 منضمين للهجرة السرية تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 54 سنة، كانوا بصدد التحذير والتدبير للهجرة السرية عبر البحر باتجاه دولة إسبانيا انطلاقا من شاطئ الرمال الذهبية ببلدية الظهرة، مع حجز معدات تتمثل في قارب مطاطي محرك نوع هيديا مضخة هوائية واثنين مجادف مائية 200 لتر من البنزين بالإضافة إلى 3 سيارات سياحية.